درجة سيئة. رضا يا رضا، بنحبك يا رضا، رضا يا رضا، تدلع يا رضا. بالقميص رقم 12 النهارده، البطولة رقم 12 أفريقية، وأول بطولة أفريقية ليك مع النادي الأهلي. أنا جيت سعيد بهذه البطولة، كنبغي نشكر اللعابة اللي كانوا رجالة في الملعب، كنبغي نشكر الجمهور العظيم ديال النادي الأهلي وفريق الأهلي، إن شاء الله مزيد من الألقاب. ويكوك أخويا. كهربا مركز معاك قوي، يعني كهربا علمك النشيد الوطني لجمهورية مصر على العربية، أكلك الأكلات المصرية، إيه حكاية كهربا معاك يا رضا؟ كهربا أخويا، بس هو شوية مجنون. مجنون شوية، بس أخويا قلبه أبيض. راجل كويس والله. علمك بعض الأغاني الشعبية؟ علمني كل حاجة. زي إيه طيب؟ بلادي بلادي، النشيد الوطني ديال مصر. حبي وفؤادي. لك في حبي وفؤادي. رضا اكلك ايه ولا لسه ما اكلتش؟ اكلش حواشي. حواوشي. 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 فول مدمس. اكل. شفت الجمهور النهارده ازاي يا رضا؟ جمهور عالمي والله، احسن رقم واحد في افريقيا والله الجمهور. اشكرك يا رضا، ابوك ده واحد من اللعيبه. هذا ابني، هذا ابني. هذا ابني. انا عندي 24 سنه. انا 26. لا لا انت ابني والله، ابني هذا والله، بحبك. اتكلم عربي. بحبك والله. احسن لاعب في مصر 2025 2026 كوكا. فين فين؟ في مصر.